بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل الفيديو الثالث في الجنرال اناتومي. اول حاجه عايزين ناخد مفهومين كده. دلوقتي لو انا بدرس، شايف انت كده دي الرايت هاند او الايد يمين، هنا الرايت ابر ليمب او الطرف العلوي اليمين، وهنا الرايت لور ليمب او الطرف العلوي الشمال. هنلاحظ ان الاثنين دومت موجودين في جانب واحد، كذلك برضو الليفت ابر ليمب والليفت لور ليمب موجودين في جانب. علاقة الأبر لمب يمين بالأبر لمب الشمال بنسميها إبسي لاترال، يعني الاثنين في نفس الجانب. لكن هناخد مثال تاني، لو أنا عندي مثلا الرايت أبر لمب وعندي مثلا الليفت لور لمب، يعني الرجل اليمين الإيد يمين آسف والرجل الشمال، الاثنين دومت كونترا لاترال، يعني الاثنين دومت في جانبين متضادين، دي على الجانب اليمين ودي على الجانب الشمال. كذلك برضه هنا بالنسبة للليفت أبر لمب والرايت لور لمب، الاثنين دومت على جانبين مختلفين، فالحاله دي بنسميها كونترا لاترال. يبقى رايت ابر ليمب مع رايت لور ليمب بنسميه ابسي لاترال، لكن رايت ابر ليمب مع ليفت لور ليمب نسميها كونترا لاترال. وكلمه ابسي يعني في نفس الجانب، كلمه لاترال يعني جانب، يبقى ابسي لاترال يعني نفس الجانب، اما كلمه كونترا يعني مضاد، فكونترا لاترال يعني جانبين متضادين. طيب ناخد بعد كده مفهوم تاني اللي هو مفهوم الجسم اللي بيبقى مستلقي على الظهر وباصص لفوق، ده بنسميه supine position. المفهوم التاني اللي هو انه الجسم يبقى مستلقي على البطن، ده بنسميه prone position. يبقى البطن prone position، باصص للسما فوق، للسما يبقى supine position. طيب في عندنا كمان هنا دي الهاند او الايد، المنظر بتاع الكف ده بنسميه palm of the hand او كف بتاع الايد، وده بنسميه دورزام اوف ذا هاند. كلمه دورزام جايه من دورزال، يعني ورا، وهي تعادل برضو كلمه بوستيريور. فده البالم اوف ذا هاند بيبقى باصص قدام، اما ده الدورزام اوف ذا ايه اوف ذا هاند بيبقى باصص لورا. كذلك برضو في عندنا الايه سول اوف ذا فوت او نعل الايه نعل القدم. نعل القدم ده بنسميه بلانتر، اما ظهر القدم من ايه من ورا بنسميه الدورزام اوف ذا هاند. شكرا.